أحسن الله إليكم. معنا عيد من طبرجل، تفضل يا عيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الخير يا شيخ. حياك الله. يعطيك العافية يا شيخ. وياك. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت. نعم. السؤال الأول عن الأضحية بالأقساط، أنا ناوي إن شاء الله أضحي. الأضحية بالأقساط إذا كان يستطيع السداد فهي مستحبة، هي ليست واجبة. نعم. ما يلزمه أن يضحي، لكن إذا كان أنه يستطيع التسديد في وقت آخر واستدان لا بأس بذلك، لأنها شعيرة عظيمة.